اهلا مرحبا بكم. نحن اليوم في محافظة جلال اباد بجمهورية قرغيزستان، سوف نقوم بتوزيع الفحم التطفية، ونريد ان نرفع شكر وجزيل باسم ادارة الشؤون الاجتماعية وباسم اهل قرغيزستان واهل المحتاجين، ايضا نرفع الشكر والتقدير لاهل المحسنين الذين تبرعوا، خاصة لاهل المملكة العربية السعودية والذين تبرعوا بهذا المشروع. سوف نقول ونريد ان نرفع الشكر ايضا الذين ساهموا وبذلوا وساعدوا في هذا المشروع في هذا الوقت الشتاء البارد. نشكركم على ما تقدمتم لاهل قرغيزستان، جزاكم الله خير الجزاء. ساسي يصون حرمة المسلم تصان، حرمة المسلم تصان. يوم اشوف الخير سمي واسأل الله. أمي أخدمها بعيوني، خاف قبله فتغضوني، وعند أبويا تلتقوني، خاضع الله في حنان، خاضع الله في حنان. واكشف الهم عن حياته حتى يشعر بالأمان. قلت أغيب عن صلاته، قلت وش فيه وش شكاته، واكشف الهم عن حياته حتى يشعر بالأمان. كل من عايش في كربة أو مسافر وسط غربة، أو أحد ضامي لشرباه، من مبادينا يعاد، من مبادينا يعاد. رحمة الله في شريان دمي يوم أشوف.